هاد الوقفة التنديدية جاءت للاحتجاج على ما تضمنته المدونة ديال الصحافة والنشر من حيث الإجهاد في حق الصحافة الوطنية المغربية عامة والصحافة الإلكترونية خاصة، كما أنه نسجل أن هذه المدونة جاءت بمقتضيات تشكل تراجع في المكتسبات اللي حققها المغرب في مجال الحرية العامة وحقوق الإنسان، كما أنها في بعض المواد ديالها تتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي، هذا فضلا على المواثيق الدولية التي صادق ووقع عليها المغرب. إذن كاين هناك نوعا من الإجحاف والحيف مورسة ليس فقط على الصحافة ولكن حتى في القوانين ديالها اللي كانت تشكل واحد الخطوة هامة بالنسبة للصحافة المغربية. نعم هناك بعض المكتسبات جاءت بهذه المدونة ولكن نعتبرها خطوة إلى الأمام مع خطوتين إلى الوراء. لذلك أقول أن هناك بعض الفصول وبعض المواد متضمنة في القوانين الثلاث، سواء القانون 1388 المتعلق بقانون الصحافة أو لا القانون 1389 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة أو لا القانون 1390 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفي المهنيين. هناك بعض المواد تعرف ليس فقط التناقض بل حتى الاختلالات. إذا تحدثنا على المادة 15 من القانون 1380 غادي نلقاو أنه فرضت على مدير النشر أنه تتوفر فيه 6 شروط، غادي في الفقرة الأولى. في الفقرة الثانية تم ذكر فقط 4 ديال الشروط، وخاصة الشرط الأهم اللي هو الفقرة هو الشرط الثاني متعلق بالإزازة. إذا هناك تناقضات حتى في المادة الواحدة ماشي فقط في القانون. كذلك نعتبر أن هناك استهداف، إذا ما كانش هناك خطأ نقدر نعتبره أنه استهداف ونية مبيتة، خاصة اللي تحدثنا على 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 المجلس الوطني اللي قال لك ما يمكنش له يضمن في العضوية ديالو إلا اللي عنده 15 سنة من الممارسة، بمعنى اللي هو الصحافة الإلكترونية مشات في حالتها. الصحافة الإلكترونية اللي حديثة الظهور واللي ربما نقدروا نحدوا لها التاريخ بعد الربيع العربي وبعد 2011، هذه بمعنى غتمشي في حالتها وغير ممثلة. إذا هناك مجموعة من الاختلالات، وعلى رأسها على الخصوص المادة 6 في الدستور التي تقر أن ليس للقوانين أي أثرا رجعيا، ليس لها أثرا رجعيا، وهذا يؤكد على أن ما جاءت به المدونة في حق الصحف والمواقع المتواجدة لأكثر من 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة أن هذه راه تمارس على حيف، خاصة وأن دابا اللي اعتبرنا مثلا أنا بني الضاري في 2009 وفق قانون ديال التعمير وبناء معين، 2016 خرج قانون اخر، واش غادي نجي الريب داري باش نلائم مع هذا القانون؟ هذه راه حماقه، هذا راه عبث. اذا الله يكثر خيركم نحن نطالب ونلتمس على الاقل باعاده النظر في بعض البنود وبعض المقتضيات التي لا من جهه تمس الحريات ديال الصحافه والحريات العامه وحقوق الانسان وكتتعارض كذلك مع روح الدستور المغربي، ولا من جهه اخرى انها كتعمل على اقصاء وتهميج واحد الفئه عريضه ديال الصحفيين خاصه اللي كيعملوا في المجال الالكتروني.